وجهات، التوفيق له وجهات، أحدهما أن يحمل النهي على التنزيه، والآخر كما يقول الحنابلة إذا خلا من مال، أما إذا كان معه فلا. أولا توفيق الآخر كان يعارض نص الحديث أنه كسرت ميمونة، وهي من طريق التوفيق الأول والآخر، هذا التوفيق الأول، التوفيق للتنزيه التنزيه والله ما غير مقتنع، لأنه في لفظة نهى يعني شخصيا هذا اللي جمع الحاضر هو لأنه في نهى من الأول، لأنه كان في حرام من الأول مرضش من عنده، يعني ما نقول بس نفرض إن الماء لا يوجد من الحرام وينهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عن الغسل بفضل، يعني انا اخشى ان اقول انه اذا انسان بده يظن انه الابتعاد عن الماء لانه قد يؤثر من الغسل فهذا يمكن ان يغتسل به الانسان، اما الافضل تركه لامور اخرى ممكن للاستقرار على سبيل المثال، يعني اقول انه قد يظن بعض الصحابي او بعض الناس او عادي جاهليه او حتى الان نحن عندنا حمامات انه اذا واحد اغتسل وهو جنوب ما بيعود باربع الماء لحتى يفضوا كل الماء، لذلك قال الرسول عليه الصلاه والسلام انه ان الماء لا يجنب، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك اذا الانسان ما بيعتقد انه الماء بيجنب لكن لاستقذار بأمر الآخر، ممكن هالكلام تنزيها يعني مقبول؟ شو بكون السنة عبد الله؟ الماء لا يستعمل في السنة لا يستعمل لا الماء لا يستعمل لا بيقصد هنا الموضوع بيقصد الحجة الماء مستعمل فشو حكم هذا التنزيه؟ علمته بهذا التنزيه؟ التنزيه طيب ممكن نعلقه بالعقيدة بالشخص، يعني إذا كان بده يعتقد أن الماء بيجب يجب عليه أن لا لا إن شاء الله ما بيساعد الإنسان بالأفكار والخيال، يعني أفضل شيء نقول للتنزيه، المرأة أحيانا اللبس والقفاز بالسيارة المرأة بالسيارة مرتاحة المرأة أحيانا قدام أقولي الظاهر الجنسي مني لبعض الناس المرأة أحيانا ينزل منها ماء مو دم لا يجوز يكون بعد الولادة بعد كذا هذا ينقض الوضوء؟ لا ما ينقض الوضوء ما ينقض الوضوء؟ ما ينقض الوضوء إلا البول والغائط المرأة الحائض المني المرأة الحائض